في الموسمين اللي فاتوا كان الأهلي بيبدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وهو في وضع مريح في الدوري، لو كسب مؤجلاته يتصدر بسهولة، بس اللي كان بيحصل إن الأهلي بيوقع نقط مع تقدم مشواره في دوري الأبطال، وفي النهاية كان بيخسر الدوري. نتائج الأهلي في الدوري الموسم ده ما تأثرتش بالمنافسة على كذا جبهة، رغم إن الفريق فاز بالنهاية بدوري أبطال أفريقيا، رغم إنه لعب بنفس المعدل تقريبا. المدرب كان قادر يعمل التدوير اللي يحافظ له على حيوية القوام الأساسي للفريق علشان الماتشات الكبيرة في دوري أبطال أفريقيا، وفي نفس الوقت ما يخسرش نقط ضد فرق منتصف وقاع جدول الدوري، وأغلب العناصر كانت على قدر المسؤولية، لدرجة إن الأهلي في 4 ماتشات شارك فيه مصطفى شوبير الحارس الثالث للفريق استقبل جول واحد بس، كان في ماتش بحجم نهائي دوري أبطال أفريقيا. النقطة الثانية المهمة إن الأهلي حالياً بيغيب عنه 4 لعيبة بس بسبب الإصابة، منهم أكرم توفيق وكريم فؤاد اللي تعرضوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي من أول الموسم. في نفس الفترة دي الموسم اللي فات الأهلي كان متضرر من غياب 8 لعيبة بسبب إصابات عضلية. طبعاً مع نجاح كبير في التعامل والاستفادة من بيرسي تاو، اللي في مفاجأة ما كانش يتوقعها أكثر مشجعي الأهلي تفاؤلاً، غاب مرة واحدة بس طول الموسم.